بعد 12 يوم من المكاسب قياسية فشل أمس داو جونز للوصول إلى يوم 13، والصور الآن هو بعد خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة الماضية كيف سيكون رد فعل الأسواق هذا الصباح مع ترقب الدخل الشخصي والإنفاق والصناعة التحويلية وكتاب بيج. وفي الوقت نفسه لا تزال الأسواق العملات الأجنبية في ارتفاع، اليورو أمام الدولار الأمريكي لا يزال تحت الضغط ومؤشر القوة النسبية مختلط ويدعو إلى الحذر. الدولار أمام الجنيه الاسترليني لا يزال هبوطي ومؤشر القوة النسبية مختلط ويدعو إلى الحذر أيضا. الين أمام الدولار لا يزال على الجانب السلبي وحقق هدفه عند 111.9. الدولار الكندي أمام النظير الأمريكي والذي سنركز عليه اليوم فلا يزال الزوج صاعد ومدعوم من متوسط 50 أو 20 فترة المتحرك، هذا وقت حقق الزوج أهدافه عند 1.3195 و 1.322. مؤشر القوة النسبية بين مختلط وفي ارتفاع مع مواقع طويلة فوق 1.315 مع أهداف عند 1.324 و 1.3265 في الامتداد. لا تزال المعادن الثمينة هابطة حيث لا يزال الذهب هبوطي، اخترق الذهب تحت خط الاتجاه الصاعد السابق، مؤشر القوة النسبية مختلط ويدعو للحذر. مواقع البيج موقع البيع دون مستوى المقاومة الجديدة عند 1258 مع أهداف عند 1249 و 1245 ونصف في الامتداد. لا تزال الفضة في انخفاض حيث يتم خلط مؤشر القوة النسبية في اتجاه هبوطي. Trading Central Web TV، لويا لكوا.